ايمن قد ايه الشراكه بينك وبين شكران كنت محظوظ فيها اصلا عن جد انه عملتوا ميكس حلو كتير وهذا كل حدا عنده رفيق لازم يحكي له الاخبار هاي كلها مليون بالمية مدام شكران اول شيء يعني قامة كبيرة وانا بحبها كتير وهي اول عمل انا وياها بيجمعنا كتير كنت مبسوط معها لانه كنا عم نلعب لعب حقيقي وبينبون هيك كل الوقت يعني وكنا نطلع دائما عن النص انا اعمل شغله هي تبني عليها هي تعمل شغله انا ابني عليها المشهد احيانا وقفنا المخرج وقفنا انه لك خلاص بدنا نقفل هون يا جماعه قول كلمه يد قول لي بعدها فدخيل قلبها يعني اول شيء استاذه كبيره والشغل معها ممتع هي والاستاذ طبعا انا حبيب قلبي وهذا عملاق الكوميديا الاستاذ الكبير ايمن رضا يلي بوجه له تحيه كثير كبيره كمان هيك على استيعابه لكل الظروف ل يعني نحن بالنسبه له اصغر منه بالعمر بس كان بالنسبه لنا هو اكثر من رفيق واخ كمان يعني مشكور وعن جد انبسطنا بهذا العمل ان شاء الله وهي النتائج اللي عم نحصدها هلا هي كل شيء صار معنا هلا عم تبين على الشاشه.